السلام عليكم. اليوم ندزت واحد الحملة ديال عملية الإعذار بالنسبة لجمعية سوس المرأة والطفل في وضع صعبة اللي دازت اليوم الحمد لله على خير، اللي استفد منها 25 طفل بالحكم أن الجمعية دارت واحد البادرة طيبة مع الأطفال هادو. دازت هرة الحمد لله مع الطبيب بخير وعلى خير، الأمهات فرحانين. هي طهرة كانت مجانا لأن هذه عملية كنديروها يعني الناس اللي المعوزة اللي كنا كنديروها كل سنة. دابا مع حكم الأطفال كان تبارك الله كثارين كنقسموهم، كنديروا جوج خطط في العام أو ثلاثة خطط في العام على حسب المادة وعلى حسب لأن الطهرة كيخصك واحد المصاريف ديالها بالنسبة للألبسة بالنسبة للأدوية بالنسبة حتى المصروف حتى بالنسبة يعني الخلاص ديال الطبيب، حتى هي كتخلص ديال الطبيب لأن ما كنديروهاش مجانا. بالنسبة للطبيب كيكون ضروري خصك تخلصيه، بالنسبة للناس اللي كنديروا عليهم مجانا والحمد لله كتكون مشاركة مساهمة المحسنين. الله يجازيهم بخير من المبركة. نشكر كل واحد اللي يساهم في هذا الخير، هذا اللي جرى فيه اللي وقف فيه اللي سهر فيه. نتمنوا الله الله يعمر بيسر الأمور كل واحد، وحنا فرحانين. أنا بالنسبة لي فرحانة بزاف ملي كتكون هذه العملات كنبشر الحمد لله كنكون في فرحانة اللي كتكون واحد رسالة موثوقة ورسالة دايرة مع هاد الأطفال هادو. كنتمنوا إن شاء الله يكون خير، تكون ما بدأ بيا تكون يعني تكون مبادرة تكون طويلة، تكون ديما المساهمة تكون مع الناس دائما هذا الخير هذا يكون مباشر ديما. وبالنسبة نشكر الأخت ليلى حمدتو اللي رئيسة الجمعية ديال السقية الحمراء بالعيون. هي الآن جارية، هي الآن مقيمة بالديار الفرنسية. الأخوات الأخت نعيمة، الأخوات كلهم بوحدة كل حدا بالاسم ديالها اللي كيبشروا، فاطمة الزهراء بلجيكا، عائشة اسبانيا. نقولك الأخوات الحمد لله كلهم كيتسامو. واحد الشكر الجزيل للأخت ديالي فاطمة إبراهيمي اللي مقيمة في فرنسا، هي كتساعد معايا تضم معي في هذه الحالات هذونا بالنسبة للأمراض السرطان ولا بالنسبة للأطفال المتخلى عنهم. كتوفر فيها الأمهات العازبات، كتوفر فيها الحالات ذوي الاحتياج الخاصة، يعني جميع حالات المرأة كما كان الوضعية ديالتها، لا في كما كنقولوا حنا في الشبابية ديالتها، لا في السن ديال السن ديال العجزة. يعني ملي كتكبر السيدة كتكون عندها 70 عام 75 كيتخلاو على الأهل ديالها، سيغتو إلا كانت مريضة ولا كانت مصابة بمرض الصدم، يعني كتلحف على الحافة. الجمعية كتباشر هاد الجمعية الأخوات اللي معنا الله يجازيهم بخير، كنستضفوهم كنعانوا بهم كنتكلفوا بهم ماديا معنويا بالنسبة للعلاج ديالهم، كمساعدة إنسانية كنعطيوها لهم. بالنسبة كنا في الدور ديال الجمعية هنايا كانت مع حساب صغيرة وداك الشيء. جزا الله الخير للأخت ليلى اللي تساعدت معنا بالنسبة للدار والتكرات وتخلص السنة ديالها. الحمد لله دابا توسعوا وما شاء الله كاين استقبال كثير ديال النساء لأن كيجيو من جميع المناطق الصحراوية، كيجيو من مناطق صحراوية نواحد أكادير اللي ما عندهم كيبغيو يديروا الشيمي ما كيلقاو فين يجلسوا، لأن راه كتعرفوا بالنسبة لهذا المرض هذا الله يجيب الشفاء لجميع المسلمين. وكما كنقول المريض يتألم ولا يتكلم، دائما الانسان المريض كيتالم وما كيتكلمش، وحنا بهذا الدور هذا يعني واخا شي حاجه بسيطه كنساعدوا بها. ولو انك كتهضر مع الطبيب سمتو مع المريض يعني كتواسيه بالكلمه طيبه، هي كلمه كتزرع فيه الفرح كتعطيه واحد الامل. كاين حالات
بلا الحالات الاخرين اللي كنلقاهم في ديورهم ومهملين في ديورهم، وكاين يعني كتلقى مع والدي وكتلقاه مهمل من ناحيه لا من العلاج لا من ناحيه النفسيه الحاله النفسيه ديالته ولا بالنسبه حتى الرعايه ما كايناش. الانسان اللي ما كانش عنده العنايه في داره كيفاش بغيتي يكون على برا؟ حنا مازال كنستضيفوا الناس اللي نقولوا الناس اللي مخصوصه ومخصص اللي ما عندهاش. اما كنشوف دابا المشكل الظلم، المشكل السبب الرئيسي اللي كنشوف دابا هو ان الانسان عنده في داره في الاهل ديالو بعائلته ومهمل وما عندوش العنايه والرعايه ما كايناش، كيفاش بغيتين وكيشدوه يخرجوه على الشارعيه ما يخرجوه لوحه في السبيطار ويتخلاو عليه؟ كيفاش الدور ديال الجمعيه بحال هذا؟ هذا هو الدور ديال الجمعيه. الجمعيه انك تشد المريض ديالك كتساعد معاه كتعاون معاه كتقاد معاه، وحنا كنتمنوا يكون هذا الخير واسع وبغينا شي مركز. انا كنطلب ديما من المسؤولين بغيت شي مركز اللي تحطوا فيه هاد الناس وتكون عندهم ديك العنايه ديالتهم والرعايه ديالتهم، ونتمنوا الله الشفاء لجميع المسلمين. وكنشكركم بزاف هاد الزياره ديالتكم اللي توقفتوا معنا وتساعدتوا معنا، الله يعطيكم الخير وبارك الله فيكم. نتمنوا ان شاء الله الله الخير قدام ان شاء الله باذن الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.